هذا الدستور هو الدستور الأفضل في تاريخ الدساتير المصرية على الإطلاق، بالمقارنة لدستور 2012 وبالمقارنة لدستور 71 وحتى بالمقارنة لدستور 23. ربما ليس هو الأمثل لأنه هناك مواضع لازالت أو مواضيع لازالت تحتاج إلى تعديل هنا وهناك، لكن علينا ألا ننسى أن هذا الدستور في جوانب منه كان دستورا توافقيا. من أهم الجوانب بالذات في نظام الحكم هو حق البرلمان في سحب الثقة من رئيس الجمهورية. الدستور حدد مدة الرئاسة بمدتين فقط وغير قابلتين أو غير قابلتان للإضافة، يعني الرئيس قضى انتخب مرة ثم انتخب المرة اللي بعدها لا يجوز انتخابه مرة أخرى. أنا بعتقد أنه من الأمور التي تمثل نقلة نوعية في هذا الدستور حينما نص على التزام الدولة أو نظام الحكومة على وجه التحديد بأنها تصرف نسب معينة من حجم الإنفاق على التعليم وعلى البحث العلمي. أعتقد أنه يحقق ما لا يقل عن 85% إلى 90% من طموحاتنا في الوثيقة الدستورية التي يجب أن تكون أداة للبناء في المرحلة القادمة، ولذلك سأقول نعم.